فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، مكملين حتى للخمسة. أكيد نحكيو على كل ما يتعلق بالأخبار الرياضية في تونس مستقبل. وضيفنا الثاني من هلال الشاب الأستاذ والوزير السابق السيد سابر بوعطيسي. سابر أهلا بك. أهلا بك، مرحبا بك. تحية لك. مرحبا دونك سي سابر. أكيد اليوم تفاجئنا الصباح بخبر مفزع شوية، نجم نقول، ولو أنه استأنسنا تو بالكورونا ما عادش مفزع برشا، ما عادش توافقني ولا إصابة الطبيب نتاع هلال الشاب بالكوفيد 19. أعطينا أكثر تفاصيل، شنو صار، كيفاش صار بالضبط الحكاية، وهل احتك، نتصور أكيد احتك بالملاعبية وبقية الستاف نتاع الشاب. اي، هو الطبيب نتاعنا هو شيف سيرفيس كارديو في احد المستشفيات في ولايه مساحل، خذا الفيروس هذا من السيرفيس اللي موجود فيه نتيجه اصابه احد العاملين بالواحد، وقت لا شك وظهرت النتيجه نتاع وجود حاله من الحالات في السيرفيس نتاعه، ابتعد معناها بصفته طبيب واحد ابتعد، وهذاك علاش ما جاش معانا نهار لحد هذا. عمل تيست بي سي ار نتاعو البارح في اخر وقت في الليل، خرجت النتيجه ايجابيه بالنسبه لي. علمنا اني قمت اليوم الصباح وقع اعلامي مباشره، كلمنا سي توفيق وسيد الكاتب عام، علمنا الجامعه، علمنا الوزاره، علمنا السيد الوالي كذلك بالوضعية هذه. قام بروتوكول صحي تقوم به الجامعة تحت إشراف الدكتورة سعيدة العياشي، اتصلت مباشرة بالمندوب الجهوي نتاع المهدية لوجود أحد اللاعبين ما تحولش إلى جرجيس باش يعملوا التيست نتاعه، وعندنا الكيني وعندنا ثلاثة لاعبين أخرين احتكوا مباشرة بالدكتور قبل ان يفيق بالاصابه نتاعو. مباشره من جربه تحولت ايكيب كامله باش يعملوا لهم تيست رابيد باش نشوفوا، خاصه الكيني لانه عنده اتصال مباشر بكافه اللاعبين، و باش نشوفوا لي تيست رابيد هذوما باش يعطيه، وان شاء الله الناس كل لاباس. نحب نقول انه الدكتور ما عندوش علامات، الحمد لله صحته لاباس، نتمنوا له الشفاء، نتمنوا الشفاء لكل مرضى الكوفيد، وان شاء الله ملاعبيتنا والناس كل بصحه جيده. نجم نعرفوا اسامي الملاعبيه السابقه. اليوم تفاجئنا توا حاليا قبل ما تكلمني انه سيد رئيس بلديه جرجيس منع الفريق من التدرب المقابله نتاع غدوه. اللي باش يصير انه لو كان يطلع واحد، ان شاء الله يطلع الناس كل لاباس، لو كان يطلع واحد من اللاعبين بوزيتيف فما شك حتى على اجراء المقابله بالنسبه للغدو. هو حتى ما طلع حتى مش بوزيتيف، معناها انكم ما تدربتوش اليوم، معناها هذا بيدو عائق معناها. اي لا لا، هذا توا احنا مباشره اتصلت بالسيد الكاتب عام باش يراسل الجامعه في الموضوع، باش نتصل باحد الاعضاء الجامعيين باش يشوفوا يحلون الاشكال على مستوى جرجيس. الاولاد اللي فيهم شك هذاك ماماش يدربوا، لكن الكامل الفريق ان شاء الله يخليه يتدرب في الحصه التدريبيه نتاعو تحضيرا للمقابله نتاع غدوه. نجم نعرف شكون الملاعبيه؟ والله يخليهم، خليوها توا خاطر عندهم عائلات وعندهم واحد في العالم الكل قاعدين يقولوا على اسامي اللاعبيه او نيمار او مبابي او الكل، معناتها كاين ولينا متعايشين معاه في سابر. علاش تكتم؟ اخضر، انا قلت لك الكيني معناها اللي هو مع تقريبا في كونتاكت ديريكت مع اللاعبين الكل. هذا كان التحليل نتاعو، اذا كان باش يطلع ايجابي ظهر لي المقابله ما مش تتم غدوه لانه عنده كونتاكت ديريكت، دونك ليكيب كامله تدخل في الكونفينمون، وهذا اجراء وبروتوكول معمول به لدى الجامعه. فما شخص مضروب زاد كيف كيف، لاعب مضروب موجود في ماهوش شارك عنده قداش من مقابله، هو وعائلته ومرته واولاده ايضا موجودين في الكونفينمون. ما يحبوش اساميهم تذكر باش نبدا واضحين. نحترم رغبتهم يا سيدي. نحترم رغبتهم، ان شاء الله يطلعوا لاباس، ونتمناو خاصه دكتورنا اللي هو انسان خلوق وشيف سيرفيس محترم جدا حتى في السبيطار اللي موجود فيه، نتمناو له الشفاء العاجل، وان شاء الله رياضيين، وان شاء الله بلادنا تسلم من هذا الوباء ان شاء الله. حكيتوا مع الجامعه بخصوص امكانيه تاجيل المقابله غدوه مع اتحاد بن قردين؟ لا، هذا فما بروتوكول معمول به موجود عند الجامعة، إذا كان مش يثبت إصابة اللاعب أو اثنين أخرين أو إن شاء الله لا، نتمناو يكونوا سلبيين، غدوة نتصور الجامعة مش تقرر إمكانية إجراء المقابلة أو تأجيلها إلى موعد لاحق،
وممكن تدخل حتى ليكيب كامله في كونفينمون. وقتاش نعرفوا الريزولتا نتاع الكيني؟ اون برانسيب توا حاليا من جربه تحولوا اون برانسيب توا عملوا تيست بعد 6 سوايع نعرفوا ان شاء الله التيست رابيد في 6 سوايع يكون حاضر ان شاء الله اليوم في الليل معناها ان شاء الله. اي في الليل نعرفوا ان شاء الله الوضع لاباس ان شاء الله. وهنا الجامعه هي اللي باش تقرر على ضوء ذلك، تقرر لها مطلق الصلاحيه في القرار انه يتلعب بالماتش غدوه ولا ما يتلعبش. وانتم منضبطين لكل الديسيزيون باش تاخذها الجامعه؟ هذه مساله صحيه لما نحن بنجم نقرروا فيها، وعاملين هما بروتوكول سابق الوضع مش يطبقوه بطبيعتهم. وحتى جمعيه بن قردان اذا كان فما لاعبين مصابين واحد ما تعرف انا صحه العباد قبل الرياضه، وهنا قلناه صحة العباد وصحة اللاعبين وصحة الإطارات الفنية أو الطبية أو حتى الإدارية تسبق على المجال الرياضي. على سألتك أنا سي صابر، خاطر فما كونفلي حتى صار قبل الكورونا، كانت تفكر آخر مقابلة وقتها قبل ما يقف كل شيء، صار كونفلي بين الجامعة والشباب على اللعب المقابل ولا نجم يتعاود هذا؟ وقتها ما فماش بروتوكول حاضر وجاهز. اليوم عندنا بروتوكول طبق الجامعة بجامعة. وقتها احنا المتضررين من عدم حضور الجمهور، وما حبيناش نقولوا وقتها راهو كان القرار هذاك بالاتفاق مع السيد الوالي، لانه السيد الوالي كان سيوقف المقابله، قالك ما تتلعبش، لانه وقف المقابلات الاخرى الكل. عندنا 6 او 20 واحد وقتها مروحين من برا ومعنا جايين من الخارج وما نعرفوش عليهم فين، فيهم عباد مش شابه، ينجم واحد منهم نهارتها يكون كوفيد بوزيتيف وتخلى الصد سابا، ما تعرف الفوبيا وقتها مازلنا ما نعرفوش. قلنا نخيروا انا ما نلعبوا خير ما يطلع لنا واحد من اللي يروحوا، 3 اللي يروحوا من الشابه وقتها من برا، يدخل واحد منهم الاستاد لا قدر الله ينجم يعدي الجمهور. صحيح. وقتها في حاله الهلع خيرنا احنا باش المقابله تتلعب، لانه السيد الوالي كان رافضا، باش نكونوا واضح زي ما قلناش قبل لكن نقوله اليوم، راه القرار كان في ايقاف المقابله بتاتا بقرار سيادي من السيد الوالي. احنا قلنا نلعبوا من غير جمهور، هذاك علاش خذينا وعلمنا الجامعه، خذينا القرار وعلمنا الجامعه رانا نحبوا نلعبوا من غير جمهور. ما كانش الهدف راهو لا تحدي الجامعه، ها نعطيتك فما خفايا ما حكيناش عليهم قبل، اما اليوم راه السيد الوالي كان تشوفونا في الاسبوع هذاك منع المقابلات نتاع الهوند ونتاع غيره من الرياضات الاخرى ما عدا الفوت تلعب نهارتها، لانه الجامعه اصرت على ذلك، قال برا خذوا انتم القرار باش ما نوقفلكمش، على خاطر اني شنو اللي فيه باش يولي هو في احراج، لانه وقف المقابلات الاخرى الكل وخلى هلال الشباب باش يلعب في الفوت باش يولي في احراج. هذاك علاش احنا اللي خذينا المبادره باش ما نخليوش السيد الوالي في احراج، هذه مساله سياسيه هزينا احنا الحمل باش نعفي السيد الوالي من الحرج انذاك. بالنسبه للخبر اللي قلت عليه اللي تم منعكم من التدرب، ينجم يكون عنده تبعات؟ ما نعرفش احنا باش نعلموا الجامعه، وان شاء الله الجامعه تتدخل في مسائل كيف تنجم تتدخل، ولكن زاد سلطه محليه ما تعرف اليوم عندنا اشكال السلطه المحليه اصبح لها نشوفوا يلقاو حل في امكانيه التدريب ونلقاو حل مع الجامعه ان شاء الله. اخر سؤال بربي يا سي صابر، شكون يكتب في التدوينات على صفحتكم في فيسبوك؟ هذه مساله داخليه اتحفظ عن الاجابه عليه. لا ما فقط سالتك خاطر ما شاء الله ما الاقلام عنده. ها؟ قلت لك خاطر ما شاء الله تبارك الله ما الاستيلو عنده. عنده تكوين عالمي. ما شاء الله واضح، هي واضح السيد من ستيلوه واضح معناها. يعطيك صحة شكرا لك. عايش شكرا، هاني عطيتك شوية. يعطيك صحة شكرا لك السيد صابر بوعطية على كل التفاصيل اللي مديتنا بها بخصوص إمكانية تأجيل مقابلة الشابة وبن قردان غدوة في البطولة بعد إصابة الطبيب هلال الشابة بكوفيد 19، وأيضا اليوم نستناه بعد 6 سوايع إن شاء الله ياخذ ديسيزيون نتاع التحليلات اللي صاروا على الكيني نتاع الشابة ونشوفوا هل بتلعب المقابلة ولا لا. موزيكا وبعد راجعين في فير بلاي.